وأشكرهم على تلبية الدعوة وحضورهم هذا اليوم الذي سيجعل توقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع التشغيل الذاتي انطلاقة لمبادرة فريدة وغير مسبوقة على مستوى الإقليم. غير مسبوقة أولا من حيث الزمان التي جاءت فيه، غادي يكون لدعم هالشباب حاملي المشاريع. تذكيرا فقط، ما قامت به الجهه لهذا الاقليم. اليوم احنا متواجدين بمدينه بوعرفه باقليم فيقيق لامضاء عده اتفاقيات مع المقاولين الذاتيين. تقريبا اليوم كاين 37 مقاوله اللي استفدت منها الدعم بشراكه مع المجلس الاقليمي وعماله اقليم فيقيق اللي تقريبا يقدر ب 12.5 مليون تاع الدرهم. وهناك عده اتفاقيات اللي تمضات وتصادقت عليها في مجلس الجهه هذا الاسبوع هذا لدعم الاستثمارات بالجهه، واللي تقريبا غادي تخلق لنا اكثر من 2440 منصب شغل. الجهه مجلس الجهه يعني هو اليوم الان كيوفي بالالتزامات ديالو اللي كان قررها في بدايه الولايه ديالو، ولا وهي دعم المقاولات وخلق مناصب الشغل. تقريبا اليوم من بدايه المجلس بدايه الولايه الى حد الان مجلس الجهه قدر يدعم مقاولات اللي خلقت اكثر من 6800 منصب شغل هذه في هذا الظرف 3 سنوات. هناك ان شاء الله تحديات كبرى تنتظر الجهه في سنه 2020، وبهذه المناسبه يعني كانت اول جهه اللي عقدت اتفاقيه مع البنك الشعبي، وهناك ابناك اخرى اللي غادي تعقد معهم اتفاقيات لدعم هذه المقاولات في التمويل ديالهم والمواكبه ديالهم، وكذلك في المنظور الجديد اللي الان صبحت عليه المراكز الجهويه للاستثمار. اليوم حتى هي اصبحت شريكه للجهه في هذا المجال هذا. معكم عفاف بوبكري رئيسه جمعيه الواحه للتمور اللي غادي ان شاء الله غادي يكون مقرها ديالها بواحه في جيج. المشروع غادي يكون عباره على استخلاص زيتنا والتمر. يعني شنو الفكره ديال المشروع؟ الفكره ديال المشروع باللي العظم ديال التمر ان شاء الله غادي نخرجوا منه واحد الزيت، وهذا الزيت هذه ان شاء الله عندها عده استعمالات وعده فوائد. من بين هذه الفوائد اللي عندها والاستعمالات، زيت متضمنه كتضمن ماده صابونيه، يعني نقدروا نصنعوا منها المواد ديال التجميل بحال الصابون شامبوان، يعني جميع المسائل ديال التجميل. وكذلك فيها مواد صيدليه، يعني نقدروا نصنعوا منها ان شاء الله حتى يعني نقدروا مستقبلا نخدموا حتى مع لي فارماسي ونبيعوا لهم هذا الزيت هذه، حيت فيها مواد كنصنعوا منها المكملات الغذائيه ان شاء الله. وبالنسبه للمشروع، المشروع قررنا باش نديروه في مدينه فيجيج، اولا حيت التمر موجوده، حيت فيجيج هي واحه والتمر يعني غادي يكون ان شاء الله موجود بوفره، الماده الاوليه غادي تكون عندنا ان شاء الله بوفره في مدينه فيجيج. والحاجه الثانيه بغينا نديروها في فيقيق كذلك، حيت عندنا المراه الفيجيجيه كتعاني من المشكل ديال البطاله، وكما كتعرفوا النسبه ديال البطاله فيجيج المراه الفيجيجيه عندنا النسبه وصلت حاليا 35% ديال النسبه ديال البطاله المراه. وحنا فكرنا باش نديروا هذا المشروع هذا، واول واحد ان شاء الله غادي نشغلوا في المشروع ديالنا هو المراه. وكبدايه غادي يكون عندنا 20 عامله ان شاء الله في المشروع ديالنا. ومستقبلا حنا ملي غادي ان شاء الله المشروع ديالنا ملي غادي نلقاو ان شاء الله التسويق، ويعني غادي نلقاو له واحد المجال فين يتبع داخل ولا خارج الوطن، ان شاء الله غادي اليد العامله غادي تزاد عندنا ان شاء الله. وبمناسبة ستأخذ صورة جماعية لممثلي الشركات مع السيد العام والسيد رئيس جهة الشرق. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.